مساء الخير. انتهت محاولة الشاب الباكستاني جمع عدد من المتابعين على تطبيق تيك توك بمقتله دهساً بالقطار خلال تصوير مقطع فيديو أثناء المشي على سكك الحديد، وكان رفيقه عم بيوثق المشهد بهدف نشره على تيك توك. وتجدر الإشارة إلى أنه كتار من مستخدمي تيك توك عم بخاطروا بالدخول بتحديات خطيرة من أجل حصد الإعجابات على هالموقع. دبي عم تفتتح أعلى أرجوحة ملاهي دوارة بالعالم، بيبلغ ارتفاعها 140 متر، أطلق عليها اسم سكاي فلاير، وبتتفوق بطولها على الأرجوحة الموجودة بولاية فلوريدا الأمريكية بمقدار 3 متر. انتشر فيديو مؤثر لحارس بمحمية بالهند عم بيودع فيل وغرقان بالدموع، بحيث تعود يهتم ويعتني فيه قبل نفوقه بالمحمية. وعلى هون بتنتهي فقرتنا، ومنلتقي بكرة. تصبحوا على ألف خير.